الزيتي فرق معكم بالعيد الملتقي مباشرة من عند البطل ديالنا من يوسف وجلسة أخوية بعد الأبطال الجمعية الرياضية. أخ باشير القضية ديال عماد كيفاش الأخ باشير؟ إيش عماد ما غيديكلاريك ما عندوش الزهر. الزهر اللي ما عندوش ولا الحمام؟ لا ما عندوش الزهر. واش كتقول في الكلام ديال البشير الاخ عماد؟ البشير كنحترمو والله يعمر لي الدار وما كذبش عليك. وري ويدك وري ويدك الى يفهم وري ويدك هذيك ناكل بها هذيك اليسري خلاص هذي اللي والله يشافى اخويا الله يشافى وحنا يشافى اخويا البشير لا عليك خلي هذه المناسبه هزيتو السي البشير صافي باه راه صح بلا ما يجي ولا كيف ما جاتش شي واحد شوفوا بغيت المناسبة السيمانة الجاية غنمشيو عند الله هو البطل كلمة كلمة لهشام راشد يرحم الطيوف ديالو مرحبا بكم فوق راسنا من الفوق ان شاء الله صيدنا لا لا صحاب ديال عماد هو واش عند ملاك يوسف وقبل ما ندوزو عنده نمشيو للاخ البطل ديالنا ملاك يوسف اللي غادي يعطينا شي كلمه للاخ ملاك حيت دابا كتوجدوا عندك الابطال ديال الجمعيه البيضاويه وجميع الجمعيات المنضويه تحت لواء عطفه الدار البيضاء. شد عيوني. اش كيفاش شناهو مالك؟ قولي شد عيوني. شد عيوني. شد عيوني. سيدي مرحبا بهم. شد عيوني. الناس ديالنا اصدقاء ديالنا. ما بقيتش كنلعب بالشرجف. ما بقيتش كنلعب والله ما بقى لي شي واحد. حنا تجمعنا غير باش نضحكوا. ونتبادلوا الاراء و بغينا حنا مجموعه ولكن ما تشدوش ليا سيدي مرحبا بهم والناس اللي ما حضروش ما يتقلقوش منا مره اخرى ان شاء الله عاوتاني ونعاودوا نعرضوا عليهم السيمانه الجايه اخا هشام حتى ولا غيقول لنا شي كلمه وحنا كنتوجهوا عند البطل ملاك الله يخلف على السي ملاك كرم الناس وكرمنا معاهم واللي كلا دجاج الناس يسمى دجاجو اشيدي الله يخلف على السي يوسف صراحه عمرو ما تشد لينا الله يخلف عليه ونهار زوين هذا مجموعه يلموا عليها الحمد لله شكرا سي بلاك نشكرو شو الاخ ديالنا شي كلمه في حق البطل ديالنا ملاك يوسف واخ ملاك راه صديق ديالنا والدرب والدار كبيره الله يخلف عليه وشغل الاخ بلوك هشام هو اللي غيقول لنا شي كلمه في حق البطل ديالنا ملاك كنشكر الاخ ملاك راه ضرب برومي من تانوت وتهلا فينا وكنتمناو ليه عاوتاني يلعب بزاف ماشي برومي من تانوت باش الله ودي الله وكتواجد معنا البطل الكبير قصاص عبد القادر حتى هو الصديق ديال صاحب العيون ملاك السي ملاك راه كرمنا الله تهلا فينا الله يتهلا في الجميع والنبره جات في السي هشام الراجي راه السبجي ان شاء الله غيكرمنا ونتمنى الله انا بغيت هذيك تشد ساعه ما عنده زهر ما عنده زهر في الدبلوم ورنا القرعه اللي ما عنده زهر حنا ديفلوم خويا انا كنشكر السي ملاك على هذه البادره الطيبه اللي قام بها اليوم ونجمع فيها المواضيع وكانت فرصه طيبه باش نتفاهموا بيناتنا ونوجهوا 2016 صفه خاصه لان الابطال راه موجه لكم واحد الخطه 3-3-7 شي حاجه خطيره بزاف. وبالنسبه لعصام الدين بن القجه حتى هو. بسم الله صراحه ما بغاش علينا تعرفنا على هذه الوجوه الطيبه شي وجوه كنا كنعرفوها غير بالسميه الحمد لله بكنا معاهم كان الحوار شيق في المستوى وكان اخ العيون الجار ديالي. عيون بس ان شاء الله عيون بيضاوية الله يسخر وشو الكلمة ديال العيون تا هو اللي غيقول تروازير واش نقول لك
ملاك خويا كنشكرو ملاك على الضيافه كيفاش ما فهم والو. الحمد لله بريباراسيون اللي جاب لنا الله بريباراسيون ما كاين اطحن. ولكن واحد قادم لهذا المنبر كنوجه التحيه الثقه فسعيد البطل ديالنا بطل من العيار الثقيل وكنوجه ليه التحيه من هذا المنبر وراه ضربني في كاع الطرق راه هادي اللي بغيتها صافي ما بقيتيش كتقول ضربتي ساعي القبة لا خويا صافي كلمات بحال هاد البطل الى الان الى العيون اللي ما لعبش فيها ملاك كلمة عليك أخ ملاك تبارك الله بطل كبير وكنتمناو لي التوفيق إن شاء الله في الموسم القادم وجميع الأبطال كاملين وكنشكرو على هاد البادرة ومرحبا بك عند السيمانة الجاية ومرحبا بكم كاملين. الله يحفظك الصدوق شكرا لكم والبطل ديالنا سعيد معذور شا هو. السلام عليكم كنبغيو نشكرو الأخ ديالنا يوسف ملاك على الضيافه وعلى الكرم ونقصوا الحمام ونقصوا 2016 ان شاء الله وتحيه الجميع. ونشوفوا الاخ ديالنا البطل ديالنا توا ازو الله يرحمه توا غيقول شي كلمه هذا البطل وهذ الشخصيه المعروفه. البطل ملاك يوسف راه بطل وغني على التعليم. كنشكروه على الدعوه هذه اللي اولا شلنا الاحباب وكان واحد المجمع اللهم بارك وزيد في ذلك. كنتمناو ان شاء الله هذا الموسم 2016 يدوز على خير وراك عارف بلا ما نطولوا الهضره بغينا هذا الشيء يكون تبارك الله يكون الطايفه كما قال الاخ. وكنشكروا الاخ بالعيد على التغطيه هذه ما نساوكش الاخ بالعيد هذا الشيء ما كان. شوفوا الاخ محسن حتى هو غيقول لنا شي حق كلمه بحق. نشكرك اخ بالله على هاد الضيافه وكنتمناو ليه التوفيق للموسم المقبل ان شاء الله. الله يسخر ليه الله. وشوفوا واحد البطل ديالنا حتى هو معروف على الساحه الوطنيه والمحليه محمد البجر اللي كيحضر معنا في هذه الجلسه. هذا عند البطل ديالنا ملاك يوسف اللي غيقول لنا شي كلمه بحقه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر الاخ يوسف على المأدوب اللي دار وكنشكرو كذلك على هاد الدعوة اللي خلاتني نشوف بعض الاخوان شحال هادي ما شفتهم وكنتمنى ديما تكون هذه الجلسة بحال هكا بين الاخوان والله ييسر الجميع. كنشكروك الاخ محمد الفجر وندوزو عند واحد البطل تا هو اللي غني على التعريف قبة سعيد من احد علماء قدماء الولاعه في مدينه الدار البيضاء اللي غادي ناخذوا عندو الكلمه شي كلمه بحق هذا البطل ديالنا ملاك يوسف. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. كنشكر الاخ ملاك يوسف على الاستضافه المأدوبه وكنتمناو ليه موسم قادم ان شاء الله يتوفق في هذا الموسم القادم ان شاء الله. يضرب عليك شي ايمين سنه اخرى ان شاء الله. جميع الماليه ما يفوتش ايمان راه بعدا قبل ما الاخوان ديالنا ما خلونا ما نقولوا على هذا البطل ديالنا ملاك يوسف الغني على التعريف ومعروف ابتداء من هذا الموسم للمملكه المغربيه كلها بانك تعرف هذا البطل هذا لانه اول بطل بالنسبه لعصبه مدينه الدار البيضاء. وكانت الانطلاقه ديال العصبه ديال مدينه الدار البيضاء هي مسابقات ايمين تانوت وعدد الحمام المشارك هو 28000 حمامه و 375 بياسة. داكشي اللي كاين داكشي اللي حرس البطل ديالنا في المرتبة الأولى بالنسبة لعصبة مدينة الدار البيضاء. وتنشكرو بزاف وتنشكرو على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والله يخليه الله يخليه ديما يكون. وآخر كلمة ناخذها من عند وأنا الدور ديالي نقول لهم أسيدي مرحبا بكم. إمتى؟ مرحبا بكم. مرحبا بيوم اليوم كونترول سيدي اسيدي انا مرحبا بهم والاصدقاء اعزاز علينا وحنا بغينا هذا المجمع هذا غير باش يكون هذا النشاط هذا حيت مره فشحال كنشطوا بحال هذا النشاط فهمتي مره اخرى ان شاء الله عاوتاني الدراري اللي تما ما يتقلقوش منا غنجمعوا ان شاء الله كليكه اخرى ان شاء الله ونضحكوا
وتبقى ديما دايره بحال هكا. كنتم معنا مباشره من منزل البطل. وخذ منا وهاد البديره اللي درنا السي يوسف اليوم ومالي اخرين حتى ما يديروا نفس الطريقه ويتجمعوا بيناتهم باش بقى القلوب صافيه ويكون تلاحم ويكون تاخي بين زعما يكون الحق الحق. فما سخيناش بكم صراحه، كنتم معنا مباشره من منزل البطل ملاك يوسف احد ابطال الجمعيه البيضاويه. فلا تنسونا من تعليقاتكم، وكنشكروا الاخ والبطل بطل العيون تاهو كذلك بالعيد منتقي الناطق الرسمي لعصبه الدار البيضاء الكبرى. تحيه للبلاد البلاد. نشكر جميع الاخوان اللي حاضرين معنا عند هذا البطل ديالنا ملاك يوسف. نستودعكم الله بامل اللقاء بكم مره اخرى ومع بطل اخر.